عمي خالتي تعالوا بسرعة، عندي أخبار كتير حلوة حابب إني إلكن إياها. أنتوا جاهزين لحتى تسمعوها؟ إيه إيه طبعاً. بس دقيقة. شو هذا ابني؟ ماما ميت قررت انه تنضم لأكاديمية الشرطة. ليش هيك عملتي يا بنتي؟ وكيف يعني قررتي هالشي لحالك؟ شو ما عندك عائلة؟ ما كان لازم تسألينا وتاخدي رأينا قبل ما تتصرفي بأي شي من هاد؟ ماما بس أنا حماتي، نحن وقت اللي عملنا هذا الشي كان غرضنا نفاجئكم مو نصدمكم. هذا القرار كان خطوة مهمة بحياتي، لهيك أنا متوقع أنه تكونوا كتير مبسوطين فيه. بس كانت هالمفاجأة بشعة كتير، فيني أعرف هذا القرار شو سببه؟ حماتي بس وقت اللي إجا هوا سينغ لحتى يعتقل ميت، نحنا وقفنا عم نتفرج وكنا كلنا ساكتين وما قدرنا نحكي، وضابط الشرطة بوقتها بدل ما ينفذ القانون ويحترمه هو كان عم يعمل بعكس هالشي. لما بيكون في حدا مثله تنتزع سمعة الشرطة كلها.